هلا بتطلعوا المعلومات اللي هم عندوها شفنا احنا الداتا طلعنا منها بارامترز. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي ساين ويف شكلها زي هيك، لو بدي ابعث لك المعلومات الكامله اللي موجوده هاي بالساين ويف ايش لازم ابعث؟ لو احنا ما بنعرفش ايش عن الفريكونسي، لو عندي ويف فورم عامله شو لازم اعمل؟ لازم اسير ابعث لك كل نقطه بنقطتها، مش هيك؟ وهي كميه الداء هائله وهذا شيء سخيف، ايش بعمل؟ بطلع من هاي الويف فورم بارامترز، كم بارامتر بقدر اطلع منهم؟ اول شيء بقدر اطلع بارامتر او انها ساين ويف، مضبوط؟ هاي بارامتر، از opposed تو انها تراينجلر ويف او سكوير ويف او تمام؟ او سو تو. ايش الشيء الثاني؟ بطلع منها الفريكونسي او البيريود، بطلع منها امبليتيود، وكمان ممكن اطلع منها فيز اذا في ريفرنس عندي، لو هذا هو ريفرنس مثلا بطلع منها ريفرنس. اذا اعطيتك هذول الاربعه بارامترز فور نمبرز يونيكلي بتقدر تبني هاي السيجنال، بتقدر تبنيها بعد هيك؟ تبنيها تماما ما في اي مشكله. فانا بدل ما ابعت كل الداتا اللي موجوده هون بعتنا احنا اربع بارامترز. هاي العمليه اسمها parametrisation، طلعنا بارامترز لشيء معين اللي بهمني بهذا الشيء، بهمني بهذا المثال، بهمني ممكن شخص، انا بدي اعطيك بارامترز عن شخص وانت مش مهتم بكل تفاصيل الشخص، مهتم بس باشياء معينه. مثلا ممكن لو انا عندي اشخاص مثلا وبدي اعينهم فرضا، ايش ممكن اهتم بالاشياء اللي تهمني فيه؟ مثلا اي كيو، ممكن شركه تطلب الاي كيو، مزبوط، ممكن تطلب الهاد، ممكن تطلب عدد سنين الخبره. هل مهتمين بطوله هون؟ لا، احنا اعتبرنا طوله الا اذا كان طبيعه العمل او طبيعه الشيء المطلوب له علاقه بالطول مثلا، والاشياء الاخرى اللغات مثلا لانجوجز. مش انا باستعمال هاي البارامترز بقدر اوصف الشخص وصف كامل لغرض الهاي؟ ما في حاجه ابعث الشخص واحلله، مش هيك؟ انا بطلع بارامترز، نفس الشيء اللي هم بالاوبون. هلا المهم بشغلهم او المميز بالشغل هذا انه هم طلعوا البارامترز المهمه، لانه انا صعب كان احط السونج زي ما هي وادخلها كامله، بصير عندي كميه الداتا هائله ويمكن ما يقدرش حتى يتعرف بسهوله على هاي. ايش كانت البارامترز عندكم؟ اول واحد كان ايش طلع معكم اهم شيء؟ التوناليتي، الثاني تيمبو، ثالث الدايناميك رينج. هلا بتلاحظوا بعض انواع مثلا الكلاسيكال ميوزك رح تلاقوا في رينج عالي 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 وبعدين فجاه الصوت بنزل بنزل بنزل، اذا عمركم سمعتوا بالهاي بتختلف عن اشياء اخرى، اذا هاي دايناميك رينج. ايش كمان؟ الار ام اس، السامبلينج. هلا السامبلينج يمكن يكون مش يعني السامبلينج ممكن يكون خصيصه من خصائص اللي اخذ الاغنيه وحطها وجهزها، مش شرط انه يكون له علاقه بالنوع، الا اذا في تندنسي مثلا في انواع معينه انه يعملوا لها سامبلينج على ريت مختلف. بس هدول تقريبا هدول لو طلعنا على هدول الاربعه او اول ثلاثه، تتذكروا الديسيجن تريز اللي شاف فرجانا اياها كريم اول امبارح، لو جيت اطلعت على الديسيجن تري بعد ما خلص وطلع هدول البارامترز بهذا الترتيب، مش طلع معكم بهذا الترتيب، اذا بهذا الترتيب بدينا من هذا، هذا راح يكون فوق الديسيجن تري فوق. بعديها بنزل، ولاحظوا كمان بالديسيجن تري لما رحنا يمين او رحنا شمال، البارامتر الثاني ما ضل نفسه. إذا رحت يمين يمكن يصير في بارامتر أهم من البارامتر الثاني، إذا رحت شمال بكون بارامتر ثاني مهم، فبصير حسب البارامترز. من أهم الأشياء إذا بدكم تعملوا هلا مثلا بنقارن هذا في اللي عملوه هالة، هالة وين هالة؟ مين كان معكم؟ هلا عندهم صورة، هلا هم دخلوا الصورة زي ما هي، فدخلوا الداتا كاملة. هلا أنا ما بعرف إذا في طريقة سهلة نعمل بارامترايزيشن للصورة مثلا، بس هي غلبتكم بالداتا وكمية الداتا، مش هيك؟ وصارت كمية الداتا هائلة. بس استطاعوا يتعرفوا على الصور. لكن هلا لو عندي مثلا بارامترز، لو انا جيت على وجه الانسان وقلت مثلا احد البارامترز عندي هي المسافه ما بين العينتين، مراكز العينين اعتبرته هذا بارامتر، مثلا المسافه التون الكلر تبع السكن مثلا اعتبره بارامتر، هل ممكن مثلا استخرج انا بارامترز من هاي الصور وبعدين ادخلها واشوف مين اهم بارامتر ومين البارامتر اللي بعده واللي بعده؟ فاهمين النقطه هاي؟ اذا هاي نقطه مهمه جدا في اذا قدرت اني احلل الداتا واطلع منها الامبورتنت بارامترز. لان احنا اجينا قلنا هون مثلا لغرض هاي الجوب مثلا الهايت مش مهم لهاي الجوب، بس يمكن في جوب ثاني بهمني مثلا بده يشتغل في مجال معين موديلنج ما بعرف ايش لها، بصير يمكن الهايت شيء مهم. اوكي، حسب فكره البارامترايزيشن مهمه جدا. اذا انا بقدر احول الداتا عندي
اخذ منها بارامترز، والبارامترز هاي مهمه رح تسهل العمليه، وبكون انا بديت اركز على البارامترز المهمه اللي موجوده بالداتا هاي. اذا ما قدرت مضطر انا استعمل الرو داتا. اوكي، هاي هون كونسبت مهمه جدا. في حد عنده اسئله على هاي؟